لا دقيقة بعدين ياخذ النظام ايش؟ اقرب من الخوف تمام. ما لازم من التونة. حتى الجبن اخذ منه. واجب الحار. والرز الحار وكل شيء. الخبز من وين؟ عاد تبي يكون معك واضح؟ والله لو دريت انها بتضرني كذا اني ما افكر به. انا ماخذها على نية اني خلاص الحين ماني متخسر. ضرك ليش؟ ضرني بايش بالخصم. لا انكشفت جوا خصم عبد الرحمن. عبد الرحمن من باو تونا ايش تحط؟ عبد الرحمن عبد الرحمن اقشر شهره ابو راشد اقشر شهره انستغرام من عبد الرحمن مطلع سجل ابو تونا لا ابو تونا عبد الرحمن اقول لك خلك حكمته رهيبه امن من الخوف من ليش اقرب من الخوف تامر راح فشخه وجاء جاتك الاداره كلها ما شاء الله ما تسكت ابد تعبان نايم قاهر ما شاء الله تبارك الله اقول لك خلك على بلوط بتقول ليش ما ادري شفت اللي يقول لك واجد ما من فائدة هذا هو بس يقرب بدون فائدة وين شوي اسلم اسلم خل اسلم انا بسمعك وخلها اسلم جا 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 اسلم اسلم جا 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 اسلم اسلم اي تعال تعال روح من ديت يدين بعد زيادة تحمست نوات تاتشا نزيل اعطيني شاي ذا ولا شو يا اخوي ترى والله شوف هذا نعناع مهما احط عليه مهما احط عليه يبقى انه غالي يا اخي رجال حرك يفعل البرنامج هلا يفعل كل شيء الله يكتب اجرك اجرك يا شيخ ويطلعك من اول ابراهيم والله طلع وجهك هذا ايش الدعوه ذي يوم دعيت دعاني يوم قلت له يطلع وجهك الله يطلع وجهك يعني وعده بعده ما في ما تحمل عبد الرحمن عبد الرحمن ينام في غرفه يقول اني همور انا اقول اني همور باخلاقي وكل انسان همور باخلاقه ما هو بالرصيد اللي اعطوني اياه انا بقول لك شيء انا ما ابغى انا فلوس الاداره ما ابغيهم انا بقول لك بس يا رب يسمعوني بس شهدوا لك الشباب اكثر نسبه شهدوا لك ابى اصدق اذا الاغلبيه قالوا لا احد يشهد انا اشهد كم اصبر كم كلهم شهدوا يشهد انه امور باخلاقه وانه احسن واحد تكمل ترى عبد الله بن دفنه تكمل ترى والله انه امور والله امور والله امور يا الله بقلب يا سلام انا بقول لكم شيء الرابع اصبر عبد المجيد بيقول لكم اصبر يا الربع يا الربع ابو عبد الله تدري اني اصبر لا تغير لا تغير يا الربع يا الربع يا الربع يا رجال اسمع اسمع شهادة حق الله يحبك يطول بعمرك هذا الرجل هامور بأخلاقه هامور بصفات لا يمتلكها إلا هو بدون مبالغة بالقرية وبعلم شيء الجلسة هذه بين الشباب وبدون يعني أي ضجيء وبدون حتى ما يتلفظ بأي ألفاظ غير جيدة كلها لا تنبئ إلا عن رجل صالح فطرة وليس فقط تربية ولكنه يجيب العيد يحوس كل شيء وهذا ما عرفنا عليه يا خلو انا احترامي لك ما خربت هزيم لا والله اقول انت ولا كلمة لا لا ما خربت هزيم انت بزيادة عطني عقال لا لا ابي تقول في صفات مشتركة بين خذ لساني انت سب بتخرب صح اقسم بالله اني احس انه من كثر ما تصير عنده بتروح الغمازة والله علامات البراءة بتروح عن كلها والله اني احس انا شوف انا كنت فيه غمازتين خويتها راحت وحدة وبقت وحدة لا 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 حافظ عليها لا لا مستحيل علامات الذراع ما تروح منك شايفني ايش شايفني تشميح ولا بسم الله مع الايام بتسود بتستوي مع الفحم صدق هذا خلاص والله شوف انا وسيم بس وائل وائل انت كل مالك زيد وسام شوف يا عم شوف حتى بزوجتك تقول شوف من ربي ما شاء الله عليك حلوه يعني اقول عبد المجيد لبيه انا مشيت الرجال مشيت الرجال وصارت صفات مشتركه ازداد جمال ونزداد جمالك يوم ما شفتك اقول انت يوم ما شفتك اللي في وجهك يوم ما شفتك انت والله علامة الصح اداداس صح؟ كل يوم كل يوم يجيب زي نايك ولا اداداس؟ كل يوم يجيب طعم الله يستر علامة نايك انت اللي في وجهك قال يا انا بالنقل السبكه يا ماركة يا ماركة تدري سالفتها؟ مارك تدري سالفتها؟ تدري ولا؟ وش؟ خاف اني اقول لك وتخاف مني لا ما عاد تمشيني ادري ادري طارد عنزتك انت علقت في الشبك ادري قد قلت لي بس والله اني كنت اطاردك وقتها عنز ما عرفت الا اني اقول غسل يدك تعال تعال من زمان والله ما والله اني اخاف اقول لكم تخافون اقسم بالله يا عيال اليوم اقسم بالله تعرفون اللي خلاص تجمد كذا يعني ما عاد في احساس ورقد رحنا الغرفه ولا واحد يدري علينا ويعطينا عقول مستوري انا اللي يطلع فضايح الليل خلنا سوالف عاديه كنت اسولف على الشباب سوالف عاديه كان يسولف سوالف عاديه قسم بالله محمد عثمان بيسوي له لعبه جميله اللي بيشاركنا فيها الحين الحين يلا الحين الحين نادونا نادونا اقول يا عبد الله بالحيل بالحيل حمس ولا هنا؟
هنا زين. وش هي؟ وش طريقته؟ والله العظيم يا محمد عثمان قعدنا امس عنده هنا عرفنا معنى القوه. قسم بالله العظيم انه رجل مثابر ورجل كفو. امس قاعدين احنا وانت مانك مستوعب كنت كنا قاعدين كنا قاعدين هنا قسم بالله يتكلم كلام في قمه الروعه. تدري وش قال؟ اتوقع احنا قبل كم من يوم كنا في زد فرصتك كنا نتكلم عن اللغم صح ولا لا؟ وما كنا منتبهين ان ما عندهم مسك. هو اللي اصر اصلا فهمت. فيوم تكلمنا عن اللغم تدري تتوقعون ايش قال؟ قال انا يوم كنتوا تكلمون كنت اقول في بالي شو كنت اتوقع يقول ان في بالي انا ما عندي ام انا حزين انا. تدري وش كان يقول؟ والله العظيم انك تعرف انه رجل قوي قال شو قال؟ كنت اقول الحمد لله اللي ربي اشل مني كلمه العقوق. يمكن اكون عندي لو كانت عندي ام اكون عاق. يا الله شوف النظره الايجابيه في الحياه السلبيه. خلي الاشياء الايجابيه. قال تخيل انا عندي ام وكنت عاق يعني حياتي بتكون افضل من ذا الحين. يا الله شفت النظره؟ والله العظيم انها نظره رجل بما تحمل الكلمه من معنى. دايم هذه الدنيا ابن دفنه والله قال كلام ما شاء الله عليه. من انا ولا هو؟ انت ما قلت شيء ما عندك كلام. هو قال بصراحه قوي يعني حتى اللي كان ما عنده شيء ما يقدر يتكلم او تشجع. عرفت كلام يعني ما الزبده. شلونكم شباب؟ بيني بينك كلام خلاني بقول لك شيء. خلاني وجودي هنا عبث باختصار. صادق قسم بالله حسسني انه يا مسوي رساله. رجع لك الشعور بعد ما شفت المشروع مال زد الرصيدي قبل يوم تقول لي؟ قسم بالله العظيم انه استغرب. لا بعدين قوته حتى في جراه الطرح. تدري انه بيكون قدوه لغيره؟ اكثر الناس اخوانه كلهم مقتدين فيه. والله يقول اخواني كلهم امالهم فيه. ادخل يقول والله كلهم يجلسون يبكون يوم ودعوني. عرفت انا ما حد قال لي ما ادري. اكثر الناس في هالموضوع ما هم من يفرقون. اكثر الناس ابن دفنه في هالموضوع لهن الربع ما يقدر حتى يتجرأ ان يكشف الاسرار. هو يقول ما يقدر يتجرأ. هو يقول تدري ايش يقول؟ يقول في جامعه حايل كنت. قال اول ما جيت قال طلعت قال خاوني شباب. انا ما ادري وين العقول من تحجر هذي لان الحين حيه المفروض انه ينقرضون وماتوا. تخيل يوم عرفوه انه ما من دار الايتام قاموا يبعدون منه. قالوا هذا على قولهم مصلبي ما ادري وش. شوف الفكر شوف الفكر الضايع. اي انا اقول لك شوف الفكر الضايع. هذا هو تدري وش ما علي تجرب اصر وجاء الاول على الجامعه وتكلم بكلام قسم بالله العظيم. قال لهم يوم صفقوا له لان الاول قال انا اجبرتكم انكم تصفقوا لي. لا هو صار له موقف في مره قد وقف وما صفقوا له التصفيق الحار. عرفت قبله وقال لهم يقول قلت بيني وبين نفسي المره الجايه بخليكم تصفقون غصبا عنكم. ويوم صار الموقف اللي قال له اللي قال ابن دفنه قال لهم خلاص شفتوا الحين شلون خليتكم تصفقوا لي غصبا عنكم. خلاهم يصفقوا غصبا عنهم اللي كانوا معتزين ويشوفون انفسهم. قال لهم انا ما ربي اختارني اكون كذا ولا انتم ربي اختاركم انك تكون من قبيله فلانيه ولا قبيله فلانيه. انا ربي اختاري واللي اللي يشوفني بنظره حقيره كانه يناظر قدر الله. يا اخي خل عنك ذا. في احد منكم حس ان الرجال ذا ضعيف؟ والله ما حسيت ابد. والله احد حاس. الا تدري وش الغريب في الموضوع؟ سواء محمد ولا غيره اغلب الشخصيات اللي تنجح في حياتها والعظماء لا بد انهم واجهوا صعوبات الى اليوم. والله لا والله اني اقول امس اقول لذا الريال يا انه ريال بيطلع بيضرب ضربه قويه وبيكون شخص عظيم مثال لغيره. فهمت ولا انه بينكسر كسره قويه. لا واحد من الثنتين. هذه رساله من محمد. هذا اللي مثله ما يعيش في الوسط. هذه رساله يا شخص عظيم في العالم ولا كسر ما منكسر. هذه رساله من اذا ما كسر الوقت ما بيكسر. كل احد مهموم في حياته ولا جت الصعوبات ولا يتالم الحين في اللحظه ذي ولا امس يتالم ولا عنده ظروف قاسيه. قسم بالله انها رساله لكل من شدت عليك الدنيا وحكتك الظروف القاسيه انها تصنع منك شيء غير طبيعي. يقول يا اخي وش اسمه لا الله سلوى العضيداء كتبت كتاب حينما تكبو انهض. وسالفه الكتاب قالت اي واحد عنده قصه يرسلها لي بالليل. جتها رسائل الليل كتبت القصة في كتاب ونشرت الكتاب. يا رجل والله انك تقرأ كل قصة انك تندم على حياتك وكل دقيقة راحت. انك تقول موجود الكتاب منتشر بقوة عندك. لا الحين لا يا رجل تدري سالفة الكتاب انك تهون كل اللي يجيك. تقول اثر ما جاني شيء في الدنيا ثري مبسوط في الدنيا. كل واحد قصته هرده من الثاني. إيه كل واحد مصيبته وبلويه اللي تركها اللي شو اسمه اللي تركها امه وابوه. كانت هي بنت تركوها وكانت هي بنت. عن الام والاب؟ لا 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 عن الحياه كلها صعوباتهم. لكن اذكر منها قصه تركوها لابوها وامها واهملوها. ما هم تركوها بالعكس ابوها كان سكران والام شو اسمه
للأسف نسأل الله العافية كانت تتواعد رجال وكذا وكذا نسأل الله العافية وأهملوا البنت. آخر يوم صلت عمرها 15 كان يجيبوها ويجيب الرجال من بعيد علشان يجونها يأخذ فلوس المخدرات وكانت هي ترفض. ثم تشتتت وطلعت في الشوارع. ثم حالتها كانت صعبة صعبة جدا في كل ظرف أصعب من الثاني. إلى آخر شيء عاد نهاية القصة جابت عيال وتزوجت، واحد مسك أرامكو، واحد مسك الطب، واحد مسك الهندسة. تقول بيتنا الآن هذا بعد 40 سنة من الصعوبات والألم، تقول بيتنا الآن تدخل قصر ملوك ما شاء الله، كل من دخل انها بالسوويك الخدم ما ادري ايش الى اخره. فكان الكتاب قيم كل احد جتك الصعوبات اعرف انها تصنع والله العظيم. لا شوف بقول لك شيء، شوف بقول لك شيء، سبب نجاحنا احنا كلنا، احنا اللي نتكلم عن انفسنا موجودين الحين، سبب نجاحنا اهلنا معنا، فهمت؟ واحنا يعني صارعين نجاحنا هذا اذا نجحنا بطبعا، معناه حد اهلنا اخواننا ساعدونا. هذا الشخص محمد عثمان نجح بنفسه بروحه بدون مساعدة غير الله، ما حد سانده، فهمت؟ هذا الناجح الصح نجح بجهده، سانده الله، ايه سانده الله والله العظيم. يكفي نبرة تكلم امس اقسم بآيات الله يوم تكلم امس كأن انصدمنا والله، كأن من قام يمزق في جلدي، اوه انصدمت صدمة بكل ما تعنيه. انا كنت اقدم في فعاليات في دار الايتام يا اخي انت لما تمسح على اليتيم اقسم بآيات الله كأنك معطيه اللي ايش. امس قلت محمد هذا يتيم يا الله، هذا لو مع ابوه مش بيسوي، يمكن حتى لو مع ابوه ما طلع كذا، يمكن بيسرق، يمكن الفقدان هذا اللي يطلعه.